حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا الآن. حديثنا اليوم عن حملة نتكافل الإنسانية والتي أطلقتها مجموعة من المنظمات السورية، وتستهدف الحملة الوصول إلى النازحين في الداخل السوري وأبرزهم النساء المعيلات وذوي الإعاقة وكبار السن والمعلمون، بالإضافة إلى العائلات اللاجئة في الأردن وتركيا والعراق ولبنان. تحت اسم نتكافل، أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في الشأن الإنساني السوري حملة لدعم السوريين ممن يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة في الداخل والخارج السوري. المؤسسات القائمة على الحملة هي وحدة تنسيق الدعم ووحدة دعم الاستقرار ومنظمة بنفسج وفريق ملهم التطوعي وتعليم بلا حدود. يسعدني أن أرحب بضيفي عبر سكايب فؤاد سيد عيسى، عضو منظمة بنفسج. أهلا بك معنا في هذه الحلقة وتقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم أستاذ فؤاد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، رمضان مبارك وتقبل الله الطاعات من الجميع إن شاء الله. حياكم الله. في البداية، ما هي هذه الحملة، حملة نتكافل؟ انتشرت أو انتشر وذاع صيتها في اليومين الماضيين، لو تعرفنا بداية بهذه الحملة التي أنتم مشاركون فيها في منظمة بنفسج. نعم، بداية طبعا يعني لا يخفى على أحد الوضع الحالي لأهلنا في داخل سوريا وفي دول اللجوء، وخصوصا بعد انتشار وباء كورونا الذي منع الكثير من الأهالي السوريين في دول اللجوء من الوصول إلى أعمالهم، وكذلك يعني بدأ بالتأثير الشديد على الأهالي في الداخل السوري، ويمكن أن تزداد هذه الكارثة في حال انتشار الوباء بشكل كبير في الداخل السوري. اجتمعت مجموعة من المنظمات، ذكرتم يعني أسماء الجهات المنفذة، وهذه الفرق بدأت بدعم ومشاركة وتشجيع من مجموعة أخرى من الجهات الإنسانية والجهات السورية والإعلامية أيضا التي باركت هذه الحملة. الحملة هدفها بشكل أساسي جمع التبرعات في شهر رمضان المبارك، و يعني العمل بشكل موحد على تقسيم هذه التبرعات وفق الاحتياجات الأساسية داخل سوريا وفي دول اللجوء، ويشرف على الحملة مجموعة من الجهات غير التنفيذية التي يعني ستكون مسؤولة عن الشفافية والتأكد من جودة العمل وأيضا من شفافية وصول التبرعات وصرفها على الطرق الصحيحة، ويعني سيقوم بشكل رئيسي الفريق بجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم وتوزيعها على المحتاجين في كل مكان، وخصوصا المتأثرين من توقف أعمالهم أو يعني لأسباب مختلفة ومنها انتشار الوباء والحظر. طيب، عدد من هذه الحملة كما تحدثتم هي يعني حملة فيها العديد من المؤسسات منضوية في هذه الحملة وتشارك فيها، لكن الدعم المالي من أين؟ سيكون يعني بشكل أساسي هناك هدفين أساسيين للحملة. الأول هو جمع التبرعات من أهلنا في كل مكان، السوريين والمغتربين السوريين وكذلك العرب والمسلمين وأي متبرع حول العالم يمكن أن يعني يقدم التمويل الفردي لهذه الحملة، وذلك عبر روابط التبرع الإلكترونية لفريقي ملهم التطوعي ومنظمة بنفسج. يعني هناك رابطين باسم حملة نتكافل أطلقا خصيصا ومن يعني بدأ من الصفر لاستقبال التبرعات من كل أنحاء العالم عبر هذين الرابطين، وتعمل مجموعة من الجهات الإنسانية والإعلامية وأيضا النشطاء على نشر هذا الرابط والحث على التبرع في شهر رمضان المبارك واستقبال الزكوات والصدقات أيضا. على الناحية الأخرى ستعمل الحملة أيضا على يعني مجرى المناصرة للدول الكبرى وبعض المانحين حول أهمية دعم هذه العوائل الذين تأثروا بشكل كبير جراء هذا الوباء، ويعني الاعتماد بشكل أساسي سيكون على تبرعات
الأفراد السوريين وغيرهم الذين سيشاركون في هذه الحملة، كما اعتدنا على مشاركتهم وتبرعهم السخي في كل حملة نطلقها مع المنظمات الأخرى. وما يميز الحملة في الحقيقة هو أن هناك مجموعة كبيرة من الجهات المشاركة، وأبواب المشاركة ستكون مفتوحة كما يعني نعلم. خلال الأيام القادمة ينسق مجموعة من المنظمات تنفيذ هذه الحملة ومجموعة أخرى متخصصة فقط بعمليات المراقبة والدعم والمناصرة، وهناك أيضا مجموعة من الداعمين الإعلاميين الذين يشاركون في ترويج الحملة وإيصال صوتنا وإيصال طلب التبرعات لكل من يمكن أن يكون من يعني من يسمعنا عبر القنوات وعبر قناتكم الكريمة أيضا للمشاركة في هذه الحملة، و يعني التبرع لهذه الحملة لتصل إن شاء الله بشكل كامل إلى أهلنا الأكثر حاجة من السوريين في داخل سوريا وفي دول اللجوء. ابقى معي لو سمحت أستاذ فؤاد سيد عيسى، عضو منظمة بنفسج، سأعود إليك واسمح لي أن يشركنا في هذا النقاش الخبير في المجتمع المدني الأستاذ سعيد نحاس. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، تقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير أستاذ نحاس. منا ومنكم أهلا وسهلا بكم أستاذ فاتح، تحياتي لكم وللضيف الكريم. حياكم الله. في البداية اليوم نتحدث ونحن في هذا الشهر الفضيل عن حملات تكافل يقوم بها العديد من السوريين والجهات المنظمة. نتحدث الآن في هذه الحلقة عن حملة نتكافل الإنسانية، ما رأيك بها وبباقي الحملات كذلك الأمر؟ يعني من منطلق تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن كل جهد يسعى ضمن هذه الظروف الضيقة الصعبة على حياة السوريين من أجل تحقيق نفع المجتمع السوري ابتداء من تحديد احتياجاته وصولا إلى تحقيقها فهو جهد مشكور وعمل مبرور وسعي مأجور. المنظمة أو بالأحرى الحملة الجديدة التي سموها نتكافل طبعا هي وغيرها من ضمن الحملات التي يرجى منها إن شاء الله وصول يعني الفائدة للمتضررين وهم كثر بسبب القصف الأسدي الروسي، وناهيك عن ما حصل في المرحلة الأخيرة من كورونا. لكن إذا سمحت لي لدي بعض التعليقات. تفضل. يعني أولا أين أنتم من 10 سنوات أيتها المنظمات التي تتواجد في عنتاب كمقر لها، يوم كانت الناس تتوافد بالآلاف أو بمئات الآلاف، تأتي مهجرة نازحة مكلومة تخنقها العبرات ويسكن قلوبها الحزن، تأتي إلى الحدائق وقد خسرت كل شيء وخسر كثير منهم أحباءه بل وبعضا من أطرافه. كان هؤلاء الأشخاص يطرقون أبواب المنظمات لأنهم أتوا إلى بلد لا يعرفون عنه شيئا. لكن المنظمات يعني هنا تشيرون إلى تقصير من قبل المنظمات في الآونة السابقة؟ نعم، كان هناك تقصير كبير وما زال شك يعني الآن حتى الآن في عنتاب نفسها أو في تركيا أو في الأردن أو في لبنان المنظمات تقول عادة أن هذه مسؤولية الحكومات ليست مسؤوليتنا. بنفسج وملهم كان لهم سبق في الحصول على تبرعات ويعني تقديم العون في المجالات مختلفة والشكر لهم، لكن عندي أنا أيضا ملاحظات اسمح لي بعجالة أقولها. نعم تفضل. طبعا ذكر في أنا قرأت الملف التعريفي لنتكافل وذكروا أن موضوع النزاهة المالية سيكون يعني مدققا فيه وأن المبالغ ستجد طريقها إلى المحتاجين، لكن كالعادة لم نجد إشارة للعاملين عليها ورواتبهم، هل سيتم اقتطاعها من هذه التبرعات؟ كذلك ما هي الأمور المتعلقة بالمصاريف اللوجستية؟ هل هناك شفافية في هذا الأمر؟ بمعنى أنني أدفع اليوم $1,000 فهل تصل $1,000 كاملة أم يقتطع منها؟ بعدين أحد أهداف المباشرة للحملة بشكل صريح هو تفعيل العمل الجماعي بين المؤسسات العاملة في الشأن الإنساني، لكن عندما ننظر نجد أن هناك فقط 5 منظمات وفي عنتاب لوحدها عشرات بل مئات المنظمات التي تعنى بالشأن الإنساني، فما هو العامل المشترك الذي جمع بين هؤلاء 5 وغير المشترك الذي أقصى البقية ولم يفتح المجال لهذه المنظمات الأخرى لتكون متواجدة أيضا وهي ترغب بطبيعة الحال في جلب وبذل الخير؟
طيب هذا التساؤل هذا التساؤل لو انتقلت به أستاذ سعيد، لو بقيت معي لو سمحت وانتقل به إلى فؤاد سيد عيسى. سيد عيسى، بما يتعلق بموضوع يعني العاملين عليها، هذا الموضوع يتساءل أستاذ سعيد نحاس، هل فيه شفافية من قبل قبلكم، من قبل بنفسج أو من قبل العاملين في هذه الحملة، حملة نتكافل الإنسانية؟ نعم، يعني بالبداية مشكورا على استضافة الأستاذ سعيد، وسأرد على بعض النقاط التي تحدث عنها. في البداية يعني أين كنا، كان السؤال الأول، في أثناء النزوح الأخير يعني كنا مع فرقنا العاملة في الداخل السوري خلال كل الأشهر الماضية، نبذل يعني كل وقتنا ونقضي الأيام في داخل سوريا لخدمة أهلنا، وهذا واجب علينا أو أقل الواجب الذي يمكن أن نفعله، ولكن في ظل الإمكانيات القليلة بالطبع نحن مقصرون ومقصرون كثيرا في خدمة أهلنا وفي الاستجابة لهم، لكن نفعل على طوال الأشهر والسنوات الماضية ما نستطيع من جهد لخدمة الأهل. بالسؤال الثاني كان الحديث عن موضوع الاقتطاع النسب الإدارية أو عن يعني العاملون عليها. بالفعل نحن في منظمة بنفسج وفريق ملهم التطوعي أيضا الذين يقودون الحملة من ناحية جمع التبرعات وأيضا من ناحية يعني استقبالها على حساباتهم البنكية. نعلن صراحة عبر السوشيال ميديا عندنا وعبر مواقعنا أننا لا نقتطع أي ليرة واحدة للمصاريف الإدارية، وهذا طبعا بفضل يعني جهود المتبرعين الذين يثقون بهذه الجهات، وأيضا بأننا يعني نغطي المصاريف الإدارية و يعني ما نحتاجه من مشاريع أخرى نقوم بها مع جهات أكبر وجهات دولية. أما التبرعات الفردية فلا نقتطع منها أي جزء لرواتب الإداريين أو لغيره من المصاريف الإدارية، وهذا بالفعل بطبيعة الحال في كل التبرعات التي نجمعها بشكل فردي كمنظمة بنفسج وكفريق ملهم، وسيكون بطبيعة الحال في هذه الحملة. ويعني كانت السؤال الثالث عن لا أذكر تماما ماذا كان يعني فيما يتعلق هنا بالتقصير الذي شهدته عنتاب تحديدا في السنوات الماضية، لماذا قصرت المنظمات في خدمة النازحين تحديدا أو اللاجئين؟ نعم، يعني نحن بطبيعة الحال لسنا في عنتاب، ويعني أغلب أعمالنا ومكاتبنا في الداخل السوري، ولنا في تركيا تمثيل بسيط يعني يدير بعض الأعمال والعلاقة مع المانحين، لكن بالطبع يعني أكرر أننا مقصرين بحق أهلنا ونعمل ما بوسعنا لدعم أهلنا ولمساعدتهم، لكن دائما إمكانيات المنظمات المحلية بالتحديد وخصوصا منها من يعتمد بجزء معين على جمع التبرعات تتماشى مع يعني قدرة الدخل الذي يمكن أن يأتي. ومع ذلك نحن في بنفسج وأيضا في ملهم نعتمد بشكل كبير على المتطوعين الذين لا يتقاضون أي أجور في غالب أوقاتهم في خدمة الأهل، ويعني استثمار طيب ما يمكن من جهود محلية. كان السؤال الثالث عن موضوع يعني لماذا لم يتح المجال لمنظمات أخرى. بالفعل دعت يعني مجموعة من الجهات على رأسها وحدة تنسيق الدعم إلى يعني مجموعة من الجهات إلى المشاركة في هذه الحملة، وكان أطلاق هذه الحملة ليتثنى دعوة المنظمات الأخرى أو الإعلان عن أننا بدأنا حملة ما ليتثنى لنا التواصل. وبالفعل الآن مجموعة من المنظمات والجهات الإنسانية والإعلامية طلبت المشاركة في الحملة، وما زالت الحملة في أسبوعها الأول بعملية جمع التبرعات، وستتيح بكل تأكيد النقاش بين يعني إدارة هذه الحملة لانضمام الجهات الإنسانية الفاعلة التي يمكن أن تقدم ما تستطيع ضمن هذه الحملة أو أي حملات أخرى يمكن أن تساهم في مساعدة أهلنا في الداخل السوري ودول اللجوء. طيب بالعودة إليكم أستاذ سعيد نحاس، هل من تعقيبات أخرى على ما سمعتم، وهل من إثارة لمواضيع أخرى؟ يعني ربما لفتني موضوع الائتلاف تحدثت عنه من خلال تغريدة أو بوست لك على وسائل التواصل الاجتماعي على شرحه، لكنه يعني يتحدث عن بنفسج أكثر مما ينحصر الشرح حول الحملة. بنفسج كمنظمة وملهم، نعم أنا ذكرت سابقا أن هما رائدتين في مجال العمل الإغاثي والتطوعي. ربما في هذه في السابق كان لهم خصوصية يعني وصول التبرعات دون اقتطاع،
أما في موضوع الاقتطاع بالذات عندي نقطتين هنا. الأولى أن الكلام لوحده لا يكفي، فهل يوافق توافق إدارة الحملة على أن تكشف أوراقها بشفافية بحيث تضع الأموال التي حصلت عليها وكم وصل إلى المحتاجين وما هي المصاريف؟ إذا كان الأمر كذلك فشكرا جزيلا، وإذا لم يكن غير ذلك فهو يعني ما نعتاده من المنظمات الإغاثية بشكل عام. أما بالناحية أخرى فأن الموضوع يعني وجود الائتلاف هذا أمر ملفت للنظر. عندما كنا نحسن الظن بالائتلاف فلم يفعلها، فما باله اليوم في 2020 بعدما أصبح يعني وجود اسمه رديفا للحملات قد يعني قد يمنع البعض عن التقدم لما يخشون من ما أثير حوله من يعني لغط. نعم هذه النقطة التي واضحة وجهة نظرك. أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك ووجودك معنا في هذه الحلقة الأستاذ سعيد نحاس الخبير في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك. واسمح لي أستاذ فؤاد أن يشاركنا في هذا النقاش رئيس لجنة إعادة الاستقرار الأستاذ منذر السلال. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، تقبل الله جهودكم وطاعتكم وكل عام وأنتم بخير. تحياتي لك سيدي الكريم والأستاذ المستمعين، وبارك الله بطاعتكم ورمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. حياكم الله. في البداية نتحدث عن حملة نتكافل الإنسانية والتي أنتم مشاركون فيها، لماذا بالبداية شاركتم في هذه الحملة وما الذي تتطلعون إليه لقادم الأيام؟ هلا في الحقيقة يعني بعد أزمة كورونا يعني وغالب الدول الداعمة للشعب السوري يعني هي أساسا مشغولة بشعبها ومشغولة بأوضاعها الداخلية، والأزمة كورونا في الحقيقة هي تعدت يعني جميع القدرات يعني الدولية حتى صح التعبير. فبالتالي ينبغي علينا يعني إن كنا نريد أن نساعد أو أن نساهم بمساعدة أهلنا وأخوتنا السوريين بالعموم، بما أنه يعني لعموم الشعوب في العالم لديهم أب وهو الدولة وهو أو أم وهي الحكومة، إلا نحن كشعب سوري بلا أب ولا أم، يعني نحن يتامى بعد خروجنا بهذه الثورة السورية يعني وتعنت النظام وظلمه وإجرامه، أصبح السوريون بلا أب يعني. نعم. ينبغي علينا أن نتكافل من أجل أن نكون يد واحدة لمساعدة الشعب السوري بعموم أماكن تواجده، نظرا لأنه لم يعد هنالك الحاجة فقط للنازحين والفقراء. الآن نحن نتحدث في أزمة كورونا، الحاجة تعدت ذلك بكثير، أصبحت لفئات العاملين، فئات العمال، فئات المعلمين. كثير من الشعب السوري الآن تضرر، ورأينا عموم شعوب العالم تدخلت حكوماتهم لتقليص الضرر على 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 المجتمع وعلى الشعب، ولكن هذا ما لا نجده يعني في سوريا، خاصة في ظل الواقع اليوم الذي تمر به. ولكن فيما يتعلق هنا بدور منظمات المجتمع المدني، ربما يكون اليوم يعني الوسط السوري هو من أبرز المتصدرين للمشهد فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها المجتمع المدني ومنظماته، بحكم يعني ما حصل سابقا في الثورة السورية والحرب التي جرت خلال السنوات الماضية. تماما أخي الكريم، يعني كذلك أود أن أضيف يعني الوضع في الداخل السوري لو انتشرت فيه فيروس كورونا فسيكون جدا كارثي، وحاليا التدابير البسيطة المتخذة حاليا في الداخل السوري يعني أثقلت على كاهل المواطن، فإغلاق المعابر أدى لرفع بعض التسعيرات، إغلاق بعض يعني بعض الأعمال وتوقفها أدى لتوقف العديد من العاملين. كذلك هنالك عملية نزوح لما يقارب 8,000 أو 10,000 معلم جراء الحملة الأخيرة على إدلب. فبالتالي
نحن أمام واقع إنساني، البنية التحتية للمواطن هي صعب أن تتبع التدابير من أجل حماية أو التباعد الاجتماعي أو غيرها من أجل حمايته من فيروس كورونا، لأنه جائع، لأن هذا المواطن ليس لديه منزل. فبالتالي ينبغي علينا كشعب سوري أن نتكافل هذه المحنة بأكثر من أي وقت مضى وأي وقت لاحق. طيب ربما يتساءل اليوم المشاهد، يقول أنه هذا الكلام جميل وربما يكون في بعضه إنشائي وفي بعضه واقعي، ماذا عن الخدمات الملموسة التي تقدم في هذه الحملة للشعب السوري؟ وكما قدمت في بداية هذه الحلقة، يعني تستهدفون فئة كبيرة من الناس النازحين في الداخل السوري، وكذلك الأمر العائلات اللاجئة في الأردن وتركيا والعراق ولبنان، يعني مساحات واسعة نتحدث. تماما سيد الكريم، يعني أولا ما أود أن أوضحه أننا نحن مجموعنا كمنظمات شريكة ومشاركة في تلك الحملة هي حملة تطوعية من قبل هذه المنظمات. يعني نحن لم نقتطع ولن نقتطع شيء لمنظماتنا أو مؤسساتنا، هذا من أجل الشفافية والمصداقية ومن أجل طبعا هذا أثاره قبل قليل الأستاذ سعيد نحاس في مداخلته كذلك الأمر، تساءل عنه الأستاذ سعيد نحاس فيما يتعلق هنا بالاقتطاع والعاملين عليها. لم أكن أسمع صراحة يعني مداخلة الأستاذ سعيد، مشكورا على مداخلته، ولكن للإيضاح نحن هذه حملة تطوعية لا يوجد منها اقتطاع لصالح منظماتنا، هذا أولا. ثانيا، لماذا فيها يعني مجموعة من الشركاء؟ فيها مجموعة من الشركاء كي تكون ذات شفافية ومصداقية أكبر للمواطن، لكي يشعر المواطن الذي يريد أن يتبرع لتلك الحملة أن فيها مجموعة شركاء هم يعني سيراقبون يعني تدفق الأموال وسيراقبون كذلك تنفيذ هذه المشاريع التي ستأتي من خلال تلك الأموال لكي تكون العملية ذات شفافية ومصداقية كبيرة بشكل واضح للمواطن، ما يجعله يطمئن لكي يرد يعني يتبرع بتلك النقود. أما يعني الأعمال التي نفكر بها، أولا هو يعني التكافل مع المواطن المحتاج أو الفقير أو الذي أثرت عليه جائحة كورونا من خلال بالغالب هي مساعدات مادية. كنا قد قررنا يعني جزء مادي أو مبلغ معين للعائلات المقيمة في تركيا والعائلات المقيمة في سوريا وكذلك في الخارج يعني في لبنان أو غيرها، ولكن تركنا التقدير قسم المبلغ بالذات لما بعد يعني بدأ عملية التبرعات، بدأت حاليا العملية عندما نرى يعني كم هو المبلغ بالضبط الذي سنصل إليه، وبناء عليه يتم التوزيع، إما أن يكون بشكل دفعة واحدة أو يكون بشكل دفعات على مدار الأيام والأشهر، أليس كذلك؟ تماما، هي يعني سنجمع نحن خلال الشهر الأول هذا في رمضان حتى وصولا إلى العيد، سنبدأ بالإنفاق قبل دخول العيد كي تكون يعني موضوع صدقات الفطر أو غيرها تحسب في الحسبان، ويستمر التوزيع أو العمل لمدة شهرين ما بعد العيد كي تكون يعني كذلك الحملة أصدق. يعني المدة المحددة لهذه الحملة 3 أشهر كما أفهم منك. تماما، شهر لجمع التبرعات وشهرين للتنفيذ. لماذا جعلنا هنالك شهرين للتنفيذ؟ ذلك من أجل أن تكون أن نعطي المواطن المحتاج بالفعل لكي لا نكون يعني محكومين بوقت معين أو وقت قصير فيجعلنا ننفق هذه التبرعات بغير مكانها الصحيح. يعني سنحاول بقدر الإمكان إن شاء الله أن نضعها في مكانها الصحيح، وبالمحصلة يعني أكيد ما نجمعه وما نقوم به لن يفي بكافة الاحتياج، ولكن
يعني منا الجهد ويعني وعلى الله شكرا. طبعا جهود مباركة، ولكن في هذا السياق ابقى معي لو سمحت أستاذ السلاس، أعود إليكم وأنتقل لسيد عيسى فيما يتعلق ب يعني احتياجات الشمال السوري على وجه الخصوص واحتياجات هذه العوائل من خلال بنفسج. ربما تحدثنا كثيرا من هذا المنبر ومن هذه القناة عن يعني احتياجات الشمال السوري على وجه الخصوص، لو نذكر المشاهد بها أستاذ فؤاد، وما هي احتياجات كذلك الأمر اللاجئين في الدول التي يتم استهدافها من خلال هذه الحملة؟ نعم، يعني سيدي بالنسبة لاحتياجات اللاجئين بداية بالطبع، يعني كما تعلمون سواء كنا في نتحدث عن الأردن أو لبنان أو تركيا، غالب يعني الأردن ولبنان أغلقوا بشكل شبه كامل في أوقات معينة، وتركيا حظرت الحركة فيها بشكل جزئي في أيام كثيرة، ما أثر على أعمال السوريين الذين يعملون يمكن أن تقوم إلا بتواجدهم في مكان العمل أو أعمال البناء وغيره، وهذه الأعمال يعني قطعت بشكل شبه كامل، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني ملايين اللاجئين بدون دخل شهري في هذه الأوقات. طبعا الحكومات في مجموعة من المناطق تحاول تقديم المساعدة يعني مواطنيها بالدرجة الأولى وللاجئين، لكن هذا لا يكفي ولن يكفي بطبيعة الحال، لذا لابد من تعويض الأهالي عن ما يعني فقدوه من دخل خلال هذه الأشهر حتى انتهاء هذه الأزمة، وهذا لن يحل يعني بطبيعة الحال حملة أو حملتين أو أكثر حتى دول ستعجز عنه. وكذلك في الداخل السوري ما زلنا نعاني من جراء الحملة الأخيرة والحملات السابقة التي يعني بدأت في نهاية ديسمبر الماضي ونزح أكثر من 1,000,000 شخص من معرة النعمان وريفها، ما زالوا بغالبيتهم في مناطق الشمال السوري، لم يستقروا بعد ولم يؤسسوا حياتهم الجديدة، يعني الغالب يعيش أكثر من 30% حتى هذه اللحظة يعيشون مع عوائل أخرى مضيفة في خيمة أو في منزل أو في مراكز إيواء جماعية، هناك الآلاف يعيشون في يعني مراكز إيواء جماعية ومساجد وساحات مشتركة، وهذا سيؤثر بشكل كبير أو يمكن أن ينتهي في لحظة أو أخرى في حال دخول الفيروس إلى الداخل السوري، وبالفعل هذا سيؤثر بشكل كبير. كذلك الموارد التي يعني يحتاجها الأهالي في حال وصول الفيروس، يعني من المياه الإضافية ومعدات النظافة الشخصية، وعلى الناحية الأساسية في حال توقف الأعمال في الداخل السوري فستكون كارثة، يعني بالأصل نحن نتحدث عن 80% تحت خط الفقر، ويعني الغالبية تعيش من قوت يومها أو من عمل يومها، وبالتالي توقف أعمالها لأيام سيدمر هذه العائلة إن لم تتحرك الجهات الإنسانية المحلية والدولية والمتبرعين لإنقاذ العوائل وتقديم يعني الدعم المالي أو السلال الغذائية وغيرها لمساعدة الأهالي في هذه الأوقات. ناهيك أننا في شهر رمضان المبارك، شهر الصدقات والزكاة، والتي تحتاج فيه العائلة يعني المزيد من المواد الغذائية والاحتياجات قادمين باتجاه العيد. يعني الأهالي هناك في إدلب وفي المنطقة عموما يعانون الأمرين من تأمين الاحتياجات اليومية واحتمالات قدوم الفيروس إلى هذه المنطقة. طبعا نتحدث عن أكثر من 1,041,233 نسمة أجبروا على النزوح في ظل الأعمال العسكرية التي قام بها النظام خلال الفترة الماضية. نعم طبعا بطبيعة الحال 1,000,000 لم يعد منهم حتى هذه اللحظة إلا أقل من 100,000 شخص عادوا إلى بيوتهم. طبعا من عاد إلى بيوته عاد إلى مناطق بيوت مدمرة أما بشكل جزئي أو بشكل كامل، ويعني في منطقة أريحة والمناطق التي توقف القصف عنها في المرحلة الماضية، وحاليا يحاول مجموعة من الأهالي العودة، لكن حتى العائدين الذين عادوا إلى ديارهم يعني البيوت مدمرة أو تحتاج الكثير من الإصلاحات، ولا يوجد خدمات بنية تحتية، توقفت المياه والأفران والمشافي في أغلب هذه المناطق، لذا يعني يجبر الأهالي على دفع الأموال الطائلة سواء في عملية النزوح ونقل المعدات والأغراض الشخصية وفي عملية العودة إلى بيوتهم وإعادة تأهيل هذا المنزل ولو بشكل جزئي، و
يعني إعادة فرشه ونقل المعدات وبدء تأسيس حياة جديدة تعود على أهلنا في كل نزوح وكل حملة عسكرية يعني همجية تمر على الأهالي في هذه المنطقة. أستاذ فؤاد سيد عيسى، أبقى معي لو سمحت. أستاذ سلال، بالانتقال إليكم، يعني اليوم هذه ربما الاحتياجات معروفة ويتم الحديث عنها في ظل الواقع الذي يمر به الشمال السوري والعديد من العوائل السورية. هل الدعم المالي برأيك كافي لأجل أن يتم التكافل معهم، أم أنهم بحاجة واحتياج لأمور أخرى؟ تحياتي مرة أخرى لك. نعم. تحياتي مرة أخرى لك. حياك الله. بالحقيقة يعني هو أهم احتياج في ظل هذه الأوضاع بالتأكيد سيكون هو الاحتياج المادي، لأنه يعني كما تعلم في الداخل السوري طبعا جزء كبير من ما تفضل به الأستاذ فؤاد لم أكن أسمعه بسبب يعني بعد الصوت، ولكن كما تحدث عن عدد النازحين الذين وصلوا مؤخرا من إدلب سواء كان إلى ريف حلب الغربي أو جزء من مناطق إدلب أو شمال حلب، يعني هذا ما يعني أنه هنالك قسم كبير من سكان الحاليين في تلك المناطق إما بمخيمات أو ببيوت ومنازل للآجار، وبالفعل يعني الآن عموم المنطقة هي مليئة بالآجار. فهذا الشخص الذي يعمل حاليا أو كان يعمل وتضرر بسبب كورونا أو حتى في باقي الدول تضرر بسبب كورونا وتوقف عمله، هو أول احتياج له هو ما يعني بدل مادي يساعده في دفع آجار منزله أو الكهرباء أو المياه أو غذائه، لأنه يعني المواد الإغاثية سواء كان سلل أو نظافة أو سلل غذائية أو غيرها، يعني هي نعم قد تكفيه للأكل والشرب، ولكن هنالك ما يحتاجه كذلك من يعني السكن أو المياه أو الكهرباء أو غيرها من الاحتياجات التي هو بحاجة ماسة لها. وكذلك ما نعاني منه حاليا يعني هنالك بعض المنظمات الكبرى من توقف دعمها عن بعض المخيمات في الداخل، أو هي ممكن بتبديل دورة مالية جديدة، ولكن جاء في وقت غير مناسب كليا، بحاجة ماسة كذلك لزيادة كميات السلل الغذائية، سلل النظافة، كذلك بحاجة ماسة لزيادة الدعم في مجال المياه والوول. يعني صحيح، بما أنه نحن مطالبين يعني في ظل التدابير من أجل كورونا بزيادة النظافة الشخصية والنظافة العامة والتعقيم وكذا، فهذا يحتاج صراحة إلى جهد يعني قد تقوم به المجالس المحلية أو السلطات في تلك المناطق، وهي أساسا كانت تعاني بسبب يعني أنه لا تستطيع جمع جباية كافية للقيام بتلك الخدمات. نعم. ففي ظل النزوح الأخير وظل يعني وجود كورونا وما سيؤثر به على المجتمع من كذلك حتى تقليص كثير من التجارة والتجارات حتى يعني المواد الطبية زادت من الآن ارتفعت الكثير من الأسعار لبعض السلع، فبالتالي يعني المواطن والمنطقة بالعموم هي بحاجة لدعم. هذا الدعم نحن أكثر ما نخشاه أن يخف الدعم الدولي بسبب تعاظم أو كثرة انتشار وباء كورونا، أو أن هذه الدول بالعموم أصبحت بحاجة. الآن نحن مقبلين على أزمة اقتصادية عالمية، فبالتالي ينبغي علينا كشعب سوري أن نتكافل مع بعضنا البعض لكي نسد هذه الاحتياجات. جميل جدا، وهذه المبادرة جميلة طبعا، يعني لا أحد يتابعها إلا ويقدم الشكر لكم في هذا الإطار وفي هذا السياق. مشكورين الصراحة، يعني مهما فعلنا أو قدمنا سيكون قليل يعني على المستوى العام أو على مستوى الاحتياجات، ولكن ما نريد إيصاله
كرسالة من عنوان هذه الحملة، ليس فقط أو التبرع أو غير ذلك. ما نريد إيصاله هو ينبغي أن نتكافل كمجتمع سوري في عموم مناطقنا، في عموم يعني نزوحنا أو هجرتنا. ينبغي أن نتكافل مع جاري السوري، أن نساعده، ينبغي أن نتكافل مع أخي، مع قريبي، مع المجتمع السوري بالعموم، لأنه بالفعل نحن الآن بأزمة وكارثة كبيرة جدا وقعت على العالم. صحيح. وعموم دول العالم كما ذكرت في منذ قليل، يعني وعموم شعوب العالم لديها من يكفلها، لديها من يتكافل معها ومن يساعدها، ولكن نحن كشعب سوري إن لم نكن يعني جنبا إلى جنب ويدا بيد سنعاني معاناة شديدة. والمسؤولية كبرى كذلك الأمر عليكم، يعني الله يعينكم وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا كذلك الأمر لوجودك معنا في هذه الحلقة، رئيس لجنة إعادة الاستقرار الأستاذ منذر السلال. أشكرك جزيل الشكر لوجودك في هذه الحلقة من برنامج سوريا الآن. أستاذ فؤاد سيد عيسى، يعني أختم معكم هذه الحلقة بالقيم التي تابعناها خلال هذه الحلقة، سواء من خلال كلامكم ومن خلال مداخلة الأستاذ سعيد أو الأستاذ سلال، فيما يتعلق هنا ببعض العناوين التي طرحت في هذه الحلقة، ابتداء من نتكافل وصولا إلى أن نتكافل بطبيعة الحال ونتضامن جميعا في ظل هذه الأزمات والأوبئة. يعني طبعا بطبيعة الحال نقاش لابد لأي شخص أن يعني يطرح الكثير من الأسئلة، وهذا من الطبيعي لأي حملة أو جهد يعني يقام في هذه المنطقة، أو بالتحديد يعني الخدمات أو الأعمال الخدمية العامة، وهذا حق ومسؤولية علينا يعني كمؤسسات. وهنا يعني كمان هناك مسؤولية علينا كأفراد، كل شخص في هذه الدنيا عموما، والسوريين والعرب والمسلمين خصوصا، أن يعني يبادروا بتخصيص تبرعاتهم وزكاة أموالهم إلى أهلنا السوريين المتواجدين في داخل سوريا وفي دول اللجوء، الذين يعني يعانون الأمرين، وعانوا الأمرين خلال السنوات السابقة. لم يقصر أحد بالفعل من أهلنا السوريين خلال العشر السنوات الماضية بالتبرع والمساهمة، لكن الحالة يعني مع كل وباء، وهذه المرة الأولى يمكن الوباء يكون أو الكارثة تمر على العالم أجمع، لذا يمكن أن يكون هذا تذكير لنا يعني من الله سبحانه وتعالى بضرورة أن نتذكر أهلنا السوريين الموجودين داخل سوريا، الذين يعني يعانون من الأوبئة أو من الكوارث يعني بمختلف طبيعاتها، ومن القصف والجوع والفقر خلال العشر سنوات الماضية، وهذا يذكرنا بضرورة دعمهم والوقوف معهم حتى تحل هذه الأزمة إن شاء الله، ونخرج جميعا منها سالمين، ويخرج أهلنا في داخل سوريا من يعني جراء الحرب والقصف، وتعود المنطقة إلى أمانها، وكذلك يخرج العالم الإسلامي والعالم أجمع من آمين. أزمة كورونا الحالية. وهذا المأمول، والشكر كذلك الأمر الجزيل لكم لهذه الخدمات التي تقدموها في بنفسج، وكذلك الأمر في هذه الحملة، حملة نتكافل. أشكرك جزيل الشكر فؤاد سيد عيسى، عضو منظمة بنفسج، لوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج سوريا الآن. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. بهذا القدر نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سوريا الآن، ألقاكم في حلقات مقبلة. إلى ذلك الوقت، أستودعكم الله في أمان الله.